كان عمري 11 سنة لما تركت المدرسة، طلعت لحتى أشتغل لحتى أساعد عائلتي. أبي عمل حودس، تركت المدرسة على 11 سنة مشان أساعده وأشتغل معه لأنه ما فيه يمشي يشتغل. عندي 6 أولاد، بعد ما صار معي هالحودث اضطريت أقعد بالبيت، اضطريت أشغل الأولاد يعني. كنت أشتغل بالحديد بالبلاستيك في الساعة 7 الصباح، نلم الزبالة، أرجع الساعة 4. وهيك يجي وشه حل كفوف. مرة إجينا من هون هيك كله كان خابت. كان عمري 11 سنة لما تركت المدرسة بسبب الأوضاع الاقتصادية. اشتغلت 4 سنين في الفران وما كنت مبسوط من المعلم ومن الشغيلة لأنه هن كانوا يضايقوني بالحكي، يشوفوا حولهم علي لأنه هن أكبر مني ومعلمي وهيك. خالتي كانت عم تاخد جلسات وهي سجلتني. تعرفنا على هالجمعية فطلبوا قولوا له إذا أبوك مثلا بيحب يجي يحضر عنا جلسات ما عنا مشكل. أختي كانت تروح أم هي بلشت تشجعت إلنا روحوا وتركوا الشغال. حكيت معي وقالت لي إنه لازم الأولاد يجوا يحضروا جلسات، أنت بتحضر جلسات الأم تحضر. بعدين تغير الوضع. تذكروا وقت حكينا بالجلسة اللي قبل عن حقوقنا وشو بيحق لنا؟ تتذكروا؟ نعم. أوكي، اليوم رح نكون عم نحكي عن العمل القانوني والعمل غير القانوني. نفذت مؤسسة روني معوض بالشراكة مع بلان انترناشونال مشروع بيهدف للتخفيف من عمل الأطفال وأسوأ أشكال عمل الأطفال اللي هن الأطفال العاملين بالشوارع ضمن منطقة التباني وطرابلس. مؤسسة ضوتنا كتير شغلات نحن كنا معتمين عنها كتير، بالنسبة للأولاد للمخاطر اللي بيتعرضوا لها، كيف يكون المعامل بقلب البيت، كيف مع الولد. بمساعدة الدعم المادي المتوفر من ضمن هيدا المشروع تم إعادة بعض الأطفال للمدارس مثل خضر اللي رجع على مدرسته بوجود دعم مادي ساعده. لما رجعت على المدرسة صرت أحسن، صرت أكتب، صرت أقرأ، صرت أدرس، وبكرة بدي صير دكتور. وفي بعض الأشخاص اللي كانوا منقطعين لفترة طويلة ما قدروا يرجعوا على المدرسة بس التحقوا ببرنامج التأهيل المهني مثل هادي اللي عمل معجنات وعمل استاج بأحد الأفران وراح يكون عم بيحقق حاله ضمن خطة عمل وهدف لبعدين إنه يكون مستقل ومنه بحاجة يرجع ينزل على الشارع ويشتغل بالشوارع. تعلمت تخبز عجينة وأعمل بتيفور وأعمل قطايف وكان الشغل بجنن، ما في أحلى من نفسي طول المعلم. بخلال هالتدريب اللي كنا عم نتدرب فيه أنا وابني قررنا أنه نفتح البسطة، بركي بقى مع الأيام بنقدر نفتح لنا محل صغير نعملنا أي شيء بقلبه ونشتغل فيه. هدفي أنه بكرة صير أفتح محل مثلاً يا معجنات يا حلو. أكيد إذا نزلنا حدا معنا أو شيء ما أكيد ما بنتعامل معه مثل ما كانت العالم تتعامل معنا. عيشوا حياتكم طبيعيين، كبروا مع أولادكم، خلي أولادكم تكبر معكم، وبتمنى أولادي يضلوا بالمدرسة وما يطلعوا منها.